من اولها الاهلي ناولها، برغم سوء ارضيه الملعب والغيابات النادي الاهلي يحقق الفوز 1-0 على صنديب بطل النيجر ويقطع خطوه مهمه في الوصول لدور ال 16. الهدف احرزه اليو ديانج من رمي التماس طويله وتسديده رائعه من اليو ديانج بيسرى. قبل ما نتكلم مع نجومنا الكبار في احداث المباراه هنروح ملعب المباراه لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. كل تحية ليك يا كابتن أيمن، وكل تحية لضيوفك الكرام، وكل تحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان عقب نهاية اللقاء ومباراة الذهاب اللي جمعت ما بين النادي الأهلي وسونديب في مباراة الذهاب لدور ال 32 وفوز النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء كابتن سامي قمصان. كابتن سامي، البدايات مهمة، مباراة في ظل أرض ملعب صعبة جدا، حرارة وارتفاع درجة حرارة وغيابات، أعتقد بداية مهمة جدا للنادي الأهلي وأرض ملعب، يعني كان ممكن الأهلي يحقق نتيجة أكبر من كده لولا أرض الملعب. طبعا تحياتي كابتن ايمن وكابتن علاء وكابتن اسامه وكابتن عادل وكابتن هاني. زي ما انت قلت البدايات مهمه جدا، وممكن ده اللي الراجل اتكلم عليه واكد عليه، مهم جدا ان انت تعمل بدايه كويسه، خصوصا ان انت بطل القاره بتلعب على اللقب، لازم تحافظ على اللقب بتاعك. انت عارف الفرقه قدام الاهلي، كل الفرق بتقاتل قدام النادي الاهلي عشان انت بتلعب قدام بطل افريقيا، فده طبيعي يعني اللي انت تقاتل وتعمل اقصى حاجه من عندك يعني. فلكن الحمد لله رغم الغيابات ديت ورغم ظروف الملعب ودرجه الحراره، اعتقد اللعيبه الحمد لله ادت مباراه طيبه يعني وعملت الغرض من المباراه يعني، والحمد لله اللي احنا كسبنا الحمد لله. ارض ملعب صعبه جدا كابتن ايمن شوقي والضيوف والكابتن علاء ميهوب والكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن اسامه عربي والكابتن عجيزي كلموا على ارض الملعب، اعتقد ان ارض الملعب اثرت النهارده على نتيجه اللقاء، كان ممكن يبقى اكثر من هدف. ده طبيعي، طبيعي طبعا، خصوصا ان انت بتلعب يعني الراجل بيلعب دايما بيبني من تحت وبتقدر توصل يعني. ممكن انت شفت الملعب يعني عامل ازاي، صروف عامل ازاي، لكن احنا طبعا معظم المباريات اللي انت بتلعبها خارجيه كده بتبقى معظمها كده باستثناء فرق شمال افريقيا، لكن انت لازم البطل يلعب في كل الاجواء يعني في كل الظروف يعني. فاللي انت برضو تلعب بالمستوى دوت ويبقى عندك فرص كتير الحمد لله، وممكن كنت تقدر تسجل اكتر من هدف يعني، فالحمد لله اعتقد ان دي برضو حاجه ايجابيه يعني. ثلاثيه وسط الملعب ديانج وحمدي فتحي واكرم توفيق، واعتقد مباراه كبيره من الثلاثه النهارده ادت افضليه للنادي الاهلي في خط الوسط، ومن خلالها برضو عالجته غياب مركز 10. يمكن احنا اتكلمنا قبل المباراه في النقطه دي، قلت لك الراجل بيعمل تكتيك كده معين عشان يقدر تقدر تلعب في ظروف المباراه ديت يعني، خصوصا ان انت مش هتقدر تبني كويس، رقم 10 مش موجود عندنا، قفشه مش موجود، وليد وناصر الثلاثه اللي بيقدروا يلعبوها مش موجودين يعني. فحل برده مهم جدا ان انت تقدر تلعب بتكتيك تاني وشكل تاني، واعتقد ان الثلاثه كانوا من افضل اللعيبه الموجودين في المباراه النهارده، ادونا اريحيه كبيره جدا في نص الملعب، التحامات الحمد لله، الكره الثانيه بيلعبوا عليها كويس، بيقاتلوا لحد اخر دقيقه، فاعتقد الحمد لله قدموا مباراه كويسه وخلوا شكل الفرقه كويس. عايز اتكلم على الاضافات، ما تحسش الاضافات اللي اضافها النادي الاهلي غريبه او بعيده عن النادي الاهلي؟ النهارده اكرم توفيق بيلعب من البدايه، بيقدم مباراه كبيره، بيكهام اول مباراه يشارك فيها في البدايه في مركز الظهير الايمن، بدر بانون خلاص يعني حاله الانسجام، اعتقد يعني اختياركم للعيبه تنسجم مع طريقه اللعب ده مهم جدا. يمكن هي ده اللي كان اختيارات الراجل يعني، يمكن الراجل شاف كل الناس المعاره وقيمهم كويس وشاف اللي بيقدر يناسب طريقته ويناسب فكره يعني. لكن ما تنساش برضو ان بيكهام واكرم مش غرباء على النادي الاهلي، قعدوا فتره، طلعوا خدوا خبرات كويسه، رجعوا الحمد لله بخبرات كويسه طيبه. بدر بانون لعيب دولي ولعيب عنده خبرات، وكان لعيب في فرقه كبيره زي الرجاء، اسلوب لعبها قريب من لعب النادي الاهلي، فاعتقد الحمد لله اللي سهلت المأموريه ليهم يعني، اللي هم يقدروا ينسجموا كويس ويقدروا ينفذوا فكر الراجل يعني. اعتقد النهارده مهم جدا ان انا يعني بجانب الفوز والهدف ان انا اطلع من الملعب ده خالي من الاصابات. الحمد لله، ممكن دي من الحاجات برضو اللي الراجل اكد عليها يعني، ارضيه الملعب صعبه جدا يعني، نحاول نلعب كره ما نبقاش في احتكاكات كبيره، خصوصا هم بيلعبوا بقوه بدنيه كبيره جدا يعني. اعتقد الحمد لله ان انت تطلع طبعا من غير اصابات، الحمد لله دي حاجه كبيره، وان شاء الله ربنا سلمنا، لان احنا مش ناقصين برضو لعيبه كتيره من مصابه، فاعتقد الحمد لله اللي ربنا سلمنا الحمد لله. اخيرا كابتن سامي، عايز اختم مع حضرتك، قرار تاجيل مباراه القمه، صدر قرار رسمي بتاجيل مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك، شايف القرار ازاي؟ هيدي افضل يعني، يدي نوع من الاريحيه شويه للنادي الاهلي ان انا اقدر استعيد اللعيبه المصابين.
انا ما اعرفش، احنا لحد قبل المباراه يعني عارفين ان المباراه هتاجل، انما اول مره اعرف منك كده يعني رسمي. اكيد بقى الراجل هنتكلم فيها، والراجل ان شاء الله تواصل معايا ويتكلم فيها، لكن انت عارف انت ما فيش حد بيعرف القادر يعني، الله اعلم يعني الظروف ايه، لكن احنا دايما اختيار جاهزين للمباراه في ميعادها. كنتوا جاهزين؟ الحمد لله كنا جاهزين، ودايما اختيار ربنا بيبقى الافضل لينا يعني، فاتمنى ان شاء الله برضو نركز في المباريات اللي جايه ونركز في الدور اللي جاي بالنسبه لنا، وان شاء الله ربنا يكرمنا. شكرا كابتن سامي. شكرا شكرا كابتن ايمن. ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق سونديب بهدف مقابل لا شيء في مباراه الذهاب لدوري ابطال افريقيا لدور ال 32. مستمرين معكم من هنا من العاصمه من نيانيام، وبالتحديد استاد الجنرال سينيو كونيتشي، وتغطيه خاصه لقناه النادي الاهلي عقب نهايه اللقاء. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن علاء، الف مبروك للنادي الاهلي، فوز مستحق، واعتقد لو كان الملعب كويس شويه كنا شفنا نتيجه كبيره واداء افضل من كده. اكيد طبعا، لكن ربنا يكون في عون اللعيبه طبعا. اكيد طبعا يعني مبروك طبعا للنادي الاهلي، خطوه كويسه ان شاء الله للمباراه القادمه كمان، اعتقد تبقى مباراه سهله تماما يعني. لا الملعب الامور هتبقى مختلفه جدا لو الملعب كويس طبعا، هتلاقي طبعا اداء غير خالص يا ايمن، تلاقي نتيجه غير خالص، لكن على قد الملعب على قد النتيجه. وكنت ممكن الشوط الثاني على فكره ممكن يبقى كانوا 2 أو 3، في كوره جت في العارضه وفرص كتير ضاعت، محمد شريف مضيع كوره، لكن النادي الاهلي قدم وراه من غير اي ضغوطات. الفريق طبعا كلنا متفقين في الاستوديو ان هو فريق متواضع المستوى، ما كانش فيه اي مشكله خالص لعيبه النادي الاهلي ولا حاجه خطر. يعني نادي او فريق عشوائي يعني، ما فيش طريقه لعب ايمن. اي نعم الفرق دي خد بالك بتخوف بعض الاحيان، لكن النادي الاهلي متحكم في زمام المباراه تماما من اول المباراه لاخرها. مبروك النتيجه 1-0، واعتقد ان سونديب يعني ما هي مساله 90 دقيقه ثاني ان شاء الله في القاهره، اعتقد النتيجه هتزيد في القاهره لان الموضوع مختلف تماما، الاهلي تلعب ارض كويسه. صحيح. فمبروك للنادي الاهلي ان شاء الله، ومبارك كمان ان شاء الله للتاهل ان شاء الله. كبسمة، الف مبروك للنادي الاهلي، ولكن للاسف ملعب مباراه حرمنا من متعه وحلاوه كره القدم بتاعه النادي الاهلي. ما فيش شك، اول ادوات من الادوات اللعبه نفسها الملعب، كل ما الملعب بيكون جيد الاداء بيتحسن. صحيح. التمرير، الباص، الاستلام، الترقيصه، يعني حتى اللعيبه في لقطات بيبقوا خايفين على رجليهم لانك الكره بتفضل بتتنطط وبيجي عليك وراك 2 و3 بيجروا وراك، بتبقى خايف تلعبها يعني، بتبقى قلقان حتى. صحيح. فطبعا ملعب المباراه اثر تاثير غير طبيعي على الاداء، ولكن الفوارق واضحه كبيره جدا يعني. صحيح. طبعا احلى ما في مباراه كره ديانج او الطويل ولعب على الكره الثانيه وحطها بشماله حلوه جدا على يمين الحارس. يمكن الشوط الثاني الاداء في بدايه الشوط تحسن شويه، اللعيبه خدت على الملعب شويه وابتدت في اكتر من نقله، ولكن برده مش لعب النادي الاهلي طبعا. كره في قلنا الضربات الثابته واللي هي الكورنر والاول الحاجات دي هتبقى مؤثره، والجون جه منهم، وفي كره بتاعت بدر بنون اللي جابها في العارضه كورنر وحيد، في من كورنر لوحيد، معظم الضربات الثابته اللي كانت فيها خطوره، وكان ممكن نضيف اكتر من هدف لشريف والحمدي فتحي والبدر بانونو، يعني اكتر من يعني كبيره 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 بين الفرقتين. واعتقد ان الفرقه دي ادائها كاداء هيتحسن شويه في القاهره عن هنا، حتى الملعب لانه فيهم 2-3 لعيبه ماهرين شويه زي 5 أو 8، ولكن النادي الاهلي سهل انه يكسبهم يعني بسهوله هنا في القاهره بعد بسكور كمان ان شاء الله. كابتن عادل، الف مبروك للنادي الاهلي، واعتقد زي ما قال كابتن اسامه الفارق كبيره جدا جدا بين الفرقتين، وخيرا فعل مستر موسيماني براحه العديد من اللاعبين. نسمع منك الاجابه ولكن بعد الفاصل. مرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وقبل ما نرجع للكابتن عادل هنروح مره ثانيه الملعب مباراه وزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. جديد ده بجد، التحيه بيك يا كابتن ايمن وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق سونديب بهدف مقابل لا شيء في مباراه الذهاب لدور ال 32، سعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد، بدايه مهمه في ظل ظروف ملعب صعبه جدا، حراره جو، غيابات، ولكن دايما شخصيه النادي الاهلي بتكون هي عنوان اي منافسه واي امر صعب.
الحمد لله طبعا يعني فوز زي ما انت ذكرت مهم جدا في بدايه المشوار في ظل اجواء برضو كانت لحد كبير مش سهله يعني انت خارج من التحامات في المباريات ومباريات لها قوه شديده جدا، مباراه الزمالك يوم 27 ثم مباراه الاتحاد السكندري في سيمي فاينال كاس يوم واحد وبعدين فاينال كاس يوم 5 استمر الوقت اضافي وبعدين عندك بدانا دوري على طول يوم 12 وبعد كده او 13 وبعد كده لعبنا يوم 18 مع المحله وجينا النهارده بنلعب هنا في النيجر في رحله طيران يعني برده ما كانتش سهله الحمد لله 400 يعني كمان يعني ما جينا بطياره خاصه طبعا ريحتنا كتير جدا الحمد لله على كل شيء يعني. فطبعا يعني في ظل غيابات بقى عناصر مهمه في الفريق فده كل دي بيؤدي طبعا لصعوبه اللقاء مع فرقه بتلعب على ارضها برضو بشكل معين بتعتمد على الكور الطويله والالتحامات وارضيه الملعب والجو. اعتقد ان اللعيبه قدمت مباراه النهارده يعني من حاله التركيز يشكروا عليها هنا. كابتن سيد يعني في ظل الغيابات اللي بتعاني منها لكن حتى اللعيبه اللي النهارده شاركت ما تحسش ان الفريق النادي الاهلي مختلف، الاداء مش مختلف، لا وده كان سبب مهم جدا ان تنتقيتوا العناصر اللي تقدر تتناسب مع طريقه اللعب ودي مهمه جدا. بص احنا عندنا طبعا مشوار طويل جدا ودايما انا بقول عنده موسم ملتحم سواء كان محليا او قاريا يعني مش ال11 بس ولا الدكه بس، انت بتتكلم على القائمه ككل يعني لان انت هتقابل ظروف النهارده. انت لو عديت الغيابات اللي فيها النادي الاهلي هتلاقيها عدد يعني رهيب جدا يعني انت عندك وليد سليمان، انا مش عايز انسى حد يعني، عندك وليد سليمان وعندك ناصر ماهر وعندك مروان محسن وعندك جوني ارجايي وعندك قفشه وعندك عمرو السوليه وعندك رامي ربيعه، يعني مش عايز انسى حد يعني عشان في المجموعه يعني. وطبعا وبتفكر كمان للي جاي، بتريح معلول وبتريح محمد هاني يعني وايمن اشرف، طبعا انت بتتكلم على عدد كبير من الاسماء. لكن هي دي لو عندك يعني قائمه سليمه 100% وقويه 100% ما بتبقاش قلقان ابدا في الاختيارات يعني. الحمد لله طبعا على كل شيء يعني فوز مهم جدا لكن هتقفل الصفحه بقى وتبص لمباراه الدوري اللي جايه. كابتن سيد يعني منذ مباراه النجم الساحلي اللي كانت يوم 29 نوفمبر 2019 النادي الاهلي لم يتذوق، نقول ما شاء الله يعني لم يتذوق الهزيمه سواء داخل ملعبه او خارج ملعبه، وده امر مهم جدا ودي دايما يعني في كلام حضرتك بتتكلم على شخصيه النادي الاهلي. بص البطوله الافريقيه برضو زيها زي الدوري شويه شبيهه بيه شويه يعني بتتاخد على مراحل، المرحله الاولى وبعدين مرحله المجموعات وبعدين دور الثمانيه وسيمي فاينل وفاينل، فانت بتتكلم على اجواء برضو بتحكمها شويه، المجموعات بتبقى عامله زي الدوري بتحب تجمع نقاط، المباراه الاولى بتبقى ظروفها واحداثها ممكن ما تبقاش مساعده بالنسبه لك يعني حاله ان انت تبقى مركز لان انت داخل على فرقه هي عارفه كويس قوي هتلعب مين، هتلعب الاهلي باسمه ومكانته وتاريخه وحامل لقب واكثر فرقه في افريقيا واخده بطولات افريقيه، فبالتالي هتبقى حاله تركيز عاليه جدا، شحن معنوي عالي جدا، يعني عصبيه في بعض الاوقات، التحامات فوقان مشتركه عاليه جدا، لو انت ما قابلتش ده بتركيز وقوه اعتقد الامر مش هيبقى في صالحك خالص يعني. كره القدم يعني محتاجه تواضع شديد جدا، شانها شان الدنيا وعامله زي صندوق الدنيا يعني كل يوم بيبقى فيها جديد، فانت لو مش محضر نفسك ومستعد بشكل كويس قوي اعتقد ان انت هتقابل حاجات ما تسركش يعني. تنسيت عايز اتكلم على حضرتك بالتحديد يعني في ظل غياب وحضرتك كلفت بمهام رئيس البعثه وغياب المدير الفني غياب بعض الاداريين، انا عارف وشفنا ولمسنا حجم الضغوط اللي كانت على حضرتك وعلى اللاعبين، لكن مش ده ما تحسش ان ده الفريق اللي لسه واخد بطوله من كام يوم يعني شخصيه لعيبه النادي الاهلي حاله الشغف اللي عند اللاعبين ان انا لا مطالب ببطوله جديده وده مهم جدا والرساله اللي دايما بتوصلها للاعب النادي الاهلي. بص يعني برضو الشيء يروح لصاحبه يعني او شيء يذكر، يمكن استاذ محمد الضماطي كان عامل مشوار كويس قوي مع سياده سفير نبيل مكي هنا وكان في تنسيق كامل بشكل يومي يعني، وطبعا كنا بنتكلم بشكل كبير جدا في الفتره اللي فاتت، لكن هو كمان كان محضر حاجه كويس قوي بالنسبه لنا هنا وكان بيتعامل بشكل يومي مع سياده السفير، لكن طبعا جاء موضوع كورونا بعده شويه، لكن كان في ترتيبات هو محضرها وعاملها بشكل جيد جدا. الامر الثاني ان بتتكلم على اللعيبه وشخصياتهم، انت وراك جمهور كبير جدا جدا جدا، جمهور مختلف شويه، مختلف في حته المكسب والبطولات يعني، هو عايز كل يوم بيبقى فيه بطوله معينه وفي منافسه معينه، فانت عارف كويس قوي ثقافه الجمهور اللي عندك، وده مش عايز اقول بتعمل لك ضغط لا بالعكس بتعمل لك مسؤوليه، فاللي داخل الملعب ده او اللي داخل باب بوابه الجزيره بيبقى عارف كويس جدا ان هو مش داخل يهزر، ده هو داخل مرحله شديده جدا من الاهتمام، مش معنى كده ان انت ما تبقاش مستمتع، لا انا بحب نوعيه الشغل كده، بحب نوعيه الشغل اللي انت تبقى جاي وحابب ان انت تيجي الشغل،
مش لازم عليك ان انت تيجي شغل، حابب، لان انت لو حابب ان تيجي الشغل هتلاقي نفسك بتفكر فيه سواء كنت موجود في مكان العمل او خارج نطاق العمل، فانت بتفكر في مصلحه المكان يعني. طالما فكرت في مصلحه المكان يبقى فكرت في مصلحه المجموعه، يبقى بعدت الحته الشخصيه او الحته الانانيه اللي جواك وبتفضل او بتبقى عندك الاولويه للمجموعه يعني. ودي سمعت النادي الاهلي يعني. بدري بنون في حديث معاه قبل المباراه قال لي انا يعني قبل ما اجي النادي الاهلي انا عارف ان انا لو داخل 10 بطولات انا مطالب بال10 بطولات. الرساله دي واصله للعيب لسه جديد على النادي الاهلي، ده مهم جدا يا كابتن سيد. ايوه انت بتخش خلاص في الاجواء يعني، انت بتتكلم على ثقافه ناس فبتخش لها فبتخش فيهم فبتعرف كويس قوي بيفكروا ازاي وطريقه دماغهم ازاي يعني. يعني خلينا نقول برضو يعني عشان كلامك يبقى في محله وطريقه يعني، احنا خلاص النهارده بتقفل الصفحه ديت وبتبص بقى على مباراه الدوري اللي هتبقى يوم 28 ان شاء الله. شكرا كابتن سيد ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وبدايه موفقه باذن الله. شكرا يا فندم. كل تحية ليك يا كابتن أيمن. ده كان لقانا طبعا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، بعض يعني الكثير من الأمور وتطرقنا الكثير من الأمور عقب نهاية اللقاء وفوز النادي الأهلي على فريق سنوديب في مباراة الذهاب لدور الـ 32. من جديد تعود الكلمة للكابتن أيمن شوي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن عادل وفاروق صلاح مش عايزك تكمل، أنا مش دعوة. بقولك كنت بقول لك قبل الماتش قبل الفاصل الفارق كتيره جدا بين الفريقين، ويعني احسن حاجه عملها مستر موسيماني النهارده ان هو ريح مجموعه كبيره من اللاعبين الاساسيين. كابتن لو تفتكر قبل اول الاستوديو لما اتكلمنا قلنا ان المباريات دي في الوقت ده محتاجه مكسب فقط، محتاجه انك تخطي، محتاجه انك تخرج منها باقل الخسائر. كنت خسائر في اللاعبين او خسائر في الانذارات او خسائر في الطرد او خسائر في النتيجه. لأن الملاعب والشكل العام في المباريات دي محتاجة أنك أنت كفرقة كبيرة هتبقى عندك مشكلة دائما معاهم أن هم مش هيخسروا حاجة لو كسروا، الموضوع عندهم عادي جدا، ولو عملوا معاك نتيجة طيبة هيتصيطوا بمعنى الكورة بلغة الكورة وهيشتغلوا كده. الفوارق واضحة على الشاشة، يمكن كانت نسبة الاستحواذ 53-47، تصويب على المرمى النادي الاهلي 3 من 4 هم 1 من 4، العرضيات النادي الاهلي 10 هم 5، ركنيات 4-4، الاخطاء النادي الاهلي 15 السنديب 14، تسلل 8-2. خد بالك يا كابتن ايمن الاحصائيات دي كلها لما الملعب يكون افضل بتبقى افضل كتير طبعاً. بتبقى شكلها احسن طبعاً. وبتبقى النتائج اعلى من كده طبعاً. لكن خليني بقى اخدك لحته تانية اللي احنا نتكلم فيها ودي مهمه قوي. اهم حاجه اللي النادي الاهلي لازم يعرف حاجه مهمه جدا، ان مهمته بتبقى صعبه جدا في جميع الفرق اللي بيلعبها. لانه النادي الاهلي طول الوقت عكس الانديه الاخرى، في نادي ممكن يستخبى ورا اسمه القليل فالنادي الاهلي اسمه كبير، في نادي ممكن يستخبى ورا نتائجه القليله فالنادي الاهلي نتائجه قويه، فبيعمل ايه؟ بيخلي كل الفرق اللي هتيجي تلعبه بتعمل حذر جامد قوي وبتحضر نفسها كويس قوي والتحضير يعني. حتى الفرقه دي متواضعه جدا تمام، احنا معترفين ان هي متواضعه لكن ملعبها مخليها قويه، مش قويه ولكن مش قوية ممكن تخطف جول مثلا تعادل بيه او بص يا كابتن هي مش قويه بص يا كابتن هي مش قويه كلاعب، قويه ظروف. انت بتتكلم على ظروف ارضيه ملعب، ارضيه ملعب ممكن يعني ممكن كانوا يخطفوا جون ولا حاجه أي. عندك مشكله، احنا ضيعنا كذا جون، انت ممكن تطلع 5 الشوط الثاني فعلا بالذات وانت عندك كذا كره في العارضه وهي هنشوف واحده منها اهي واحده في العارضه هي كانت ممكن تيجي جون اتت من الثانيه بعد كده الانفراد اللي بعديها 3-0 انت ممكن تطلع باربعه وخمسه أي. لكن الارضيه الملعب انت تحمد ربنا ان انت خرجت كده، احمد ربنا ان الحمد لله ان خرجت بدون اي خسائر لاعب، وده المهم اللي عندي. عشان كده بقول لك الدور ده محتاجين فيه نخطيه بدون اي خسائر، والحمد لله خطيناه. ما خطينا الشوط الاولاني، رغم هذا انا برضو بقول بغض النظر كره القدم ما بتعترفش الا بالجديه والحماس، احنا خلصنا الشوط الاولاني هناك من الشوط الثاني هنا لازم نحذر منه جدا. مش هي فرقه متواضعه شكلها في المباراه الاولى ولكن تقدر تعمل معاك اي حاجه هنا، وفي كرة القدم محتاجة يا كابتن انك انت لازم طول الوقت تحترمها عشان تحترمها. صحيح. فاحنا عايزين نحترمها جدا. خلاص الشوط الاولاني انتهى، كسبنا فيه 1-0، اوكي تمام. في مباراة اللي جاية كانت تتأجل والزمالك،
عندك مباراه ثانيه في الدوري لو هتلعبها مفيش خساير عندك. ولو كانت النتيجه مثلا انتهت بالتعادل السلبي 0-0 كان برضو يبقى مكسب لينا؟ اقول لك مكسب ليك برضو. ليه بص يا كابتن، انا ما يهمنيش في الوقت ده الاداء، لان تعالى نتكلم احنا ناس عندنا تاريخ في بطولات افريقيا، لعبنا ماتشات كتير قوي وانتوا اكتر مني كمان. تعالى افكرك باداء اي مباراه قبل كده في الادوار التمهيديه دي. تفتكر لي؟ مش هتفتكر. انت تفتكر النتيجه فقط لا غير. عشان كده انا اتمنى ان النادي الاهلي يخط الماتش المباراه الثانيه عشان نبدا نخش في دوري المجموعات ان شاء الله باذن الله. كابتن هاني الف مبروك النادي الاهلي، لكن صعب النهارده ان احنا في الظروف دي نقدر نحكم على بعض اللعيبه اللي ابتدوا الماتش النهارده. نسمع منك الاجابه ولكن بعد الفاصل. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن هاني كنت بتكلم على صعوبه الحكم على اداء بعض اللاعبين اللي خدوا الفرصه النهارده في ظل ظروف الملعب والجو والرطوبه. اكيد طبعا كابتن، بس في حاجه انت ممكن تحكم على الاداء البدني مش الفني، لان يعني طبعا الملعب النهارده ما فيش فيه فنيات خالص، ما فيش كره بتتلعب خالص، لكن ممكن تقيم اللعيبه على المجهود البدني اللي عملوه في الملعب. انا شايف النهارده في لعيبه بصراحه كانت بتحاول. محمد شريف النهارده جري كتير، خلق لنفسه فرص، راح على الجول كتير. اليو ديانج النهارده جري كتير. شوف يا كابتن يعني اليو ديانج فين؟ يعني الجول اللي جابه برده كان الراجل بيعتبر فيرو الثالث، فالنهارده الزياده الهجوميه كان بيعملها، وده اللي انا قلته للكابتن علاء ان ممكن اليو ديانج هو اللي يبقى عنده الزياده العدديه اكتر من حمدي فتحي، وفعلا عملها النهارده اليو ديانج وقدر ان هو يترجم الزياده دي بهدف خلى النادي الاهلي النهارده يكسب المباراه. في لعيبه برده تاني كانت بتحاول، يعني بغض النظر برده عن الملعب وسوء ارضيه الملعب، لكن كهربا النهارده كان بيحاول، كان جري كتير، عمل مجهود مضاعف النهارده، ادى بشكل كويس. وبرده خط الظهر بتاعنا يعني النهارده بصراحه برده يعني بظروف ارضيه الملعب كان لعبوا برجوله، اسكان ياسر او اسكان بدر بنون عملوا مباراه كويسه وهايله بصراحه، ويريحوا الخط الامامي او خط نص الملعب بتاعنا ان يروح علينا كرات على المرمى بتاعنا. طبعا ما شفناش حاجه للفريق طبعا النهارده. سونيديب النهارده ما شفناش النهارده حاجه ليه خالص على الجول، هي كره واحده بس اللي الشناوي تصدى ليها وبصراحه شالها بشكل كويس جدا. لكن النهارده برده كابتن الملعب يعني احنا عايزين نتكلم وعايزين نشرح اكتر من كده، لكن ظروف الملعب مش مساعدانا. والله يكون في عون اللعيبه برده يا كابتن، يعني انا لما اكون لعيب كوره ونازل العب مباراه في بطوله افريقيا والاقي الملعب بالشكل ده، انا يعني بيجي لي حاله برده يعني احباط. ان انت ممكن تجيب لنا الكوره دي تاني بعد اذنك؟ برده في الكوره دي يا كابتن هاني كان ممكن التصرف يكون افضل من كده شويه، صح؟ كان لازم تتلعب للراجل اللي هو فاضي. نكمل. شوف يا كابتن فرقه لا عشوائيه في يعني التحركات مضروبين التمركز والتنظيم طبعاً الدفاعي طبعاً. لا بصراحه في مساحات كبيره جدا لو النادي الاهلي النهارده كان ركز دي تتلعب. نكمل اتلعبت صح، اتلعبت لالي وديانج من هو جاي من تحت بصراحه، يعني هو ده انسب، وممكن برده تتلعب بالعرض، لكن دايما اللي بيبقى جاي من تحت ده هو الاخطر يعني. وعملها بصراحه كويس محمد شريف تقريبا، وعملها اليو ديانج كان ممكن هو يحرز الهدف الثاني، لكن المباراه زي ما الكابتن علاء قال متوسطه المستوى، ويعني اهم حاجه النهارده زي ما الكابتن عادل قال برده ان انت خرجت بقال الخسائر، ان انت النهارده يعني ما فيش خسائر الحمد لله، يعني النهارده اللعبه كلها خارجه سليمه، هو فيشل تقريبا الانذار واحد لديانج انذار اصفر، لكن الحمد لله اللعيبه النهارده خدوا اللي هم عاوزينه المباراه. النادي الاهلي كسب النهارده بشخصيه البطل بالنظام اللي لعب بيه النهارده، بالشكل اللي لعب بيه النهارده، انا شايف ان هو برده زي ما قلنا ان هو ده الشكل المناسب ان هو يلعب بيه النادي الاهلي، على اساس ان الراجل يريح بعض اللعيبه الاساسيه، واعتقد ان الموجودين لعبوا على قد المباراه سواء الملعب او الخصم. بالظبط، يعني انا بصراحه كنت شايف ان هو كان الراجل يعني حاسس ان هو رايح الناس الاساسيين من ضمنهم علي معلول ومحمد هاني وايمن اشرف، دي حاجه ايجابيه. انت برده ما كنتش تعرف موضوع ماتش الزمالك اذا كان هيتاجل ولا لا، لكن الراجل كان ليه برده نظره لقدام ان هو يريح الناس، لان
سفر وتعب على اللعيبه، وان هم برضه يلعبوا في جو زي ده وملعب زي ده ممكن حد يتعور، ممكن لا قدر الله حد يتصاب. بالظبط. فالراجل كان بيحافظ على اللعيبه يعني. وفي مباراه برضه يوم 28 مع الاتحاد. بالظبط. فبرضه مباراه الاتحاد ما تقلش اهميه. صحيح. عن مباراه الزمالك. صحيح. برضه نادي الاتحاد ماشي كويس. صحيح. وهيبقى ماتش مش سهل يعني بالنسبه للنادي الاهلي. صحيح. فمبروك للنادي الاهلي النهارده طبعا باذن الله. في اطار حرص قناه النادي الاهلي على تغطيه كل احداث ابطالها في كل مكان لكل الالعاب، هيبقى عندنا بعد الاستوديو التحليلي ده مباشرة تغطية خاصة واستوديو تحليلي لمباراة كرة السلة بين نادي الأهلي ونادي سبورتنج في الدوري المرتبط رجال في الدور قبل النهائي مع الزميل هيثم السعيد، وهنروح نتعرف من زميلنا محمد توفيق على أجواء المباراة من ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا كابتن ايمن، مساء الخير على حضرتك وعلى ضيوفك الكرام وعلى كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مساء الخير على جمهور النادي الاهلي العظيم، والف مبروك فوز النادي الاهلي النهارده، ويا رب انتصارات النادي الاهلي تستمر وتدوم هنا في الاسماعيليه مع حضرتك بالتحديد من صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. يمكن مباراه المرتبط الاهلي وسبورتنج خلصت بفوز النادي الاهلي، وكذلك مباراة المرتبط بين الاتحاد وسموحة خلصت برضو فوز الاتحاد. حاليا احنا ما بين الكوارتر الاول والثاني والكوارتر الثالث والرابع من مباراة الاتحاد وسموحة، يمكن نتيجة التعادل 28 للجميع، ولسه متبقى الكوارتر الثالث والرابع، وان شاء الله ننتظم مباراة الاهلي وسبورتنج ان شاء الله في الدور نصف النهائي من ذهاب دوري المرتبط المصري لهذا الموسم. ان شاء الله يعني النادي الاهلي مجهوده يقلل بالفوز النهارده، وتستمر النجاحات والانتصارات للنادي الاهلي، ويا رب النادي الاهلي دايما في انتصارات وفي نجاحات سواء في كره القدم او في السله او في اي رياضه، النادي الاهلي دايما رقم واحد باذن الله. الكلمه ليك كابتن ايمن وضيوفك الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق. سريعا لو اخترنا نجم من نجوم المباراه كابتن علاء. هي المباراه كلها ما فيهاش نجوم كتير قوي ايمن، لكن خلاص اختار واحد. قول لي واحد. ما بقولش فيها كتير، بقول ما فيهاش كتير خالص. لا، المباراه حسب ظروفها كده. ممكن اقول ديانج، حاسس هدف النهارده وكان هاي بيتكلم عليه وقدم مجهود كويس. ديانج يمكن هو نجم المباراه النهارده. اليو ديانج نجم المباراه. كابتن وسام نجم المباراه. انا هقول نجم المباراه بس سريعا. احنا زي ما قلنا هو لعب ثلاثه فعلا في نص الملعب. بس هو كان حاطط فتحي قدام المدافعين وديانج يمينه واكرم توفيق شماله. أيوة. يعني هو لعب 4-3-3. انا بالنسبه لي برضو زي ما كابتن علاء قال، ديانج على اساس انه جاب جون وكان عامل مجهود كتير، لكن المباراه ما معانا ارقام ديانج على الشاشه. هو جاب جون حلو وكان يعني زي ما هاني قال من النواحي البدنيه الناس كلها كانت بتجري، هو حاول. أيوة. كتير النهارده. صحيح. هو حاول كتير، جاب جول تصويب على المرمى وما شاء الله ارقامه تمام. جون حلو قوي. جون حلو جميل جدا. وكان تصرف هايل منه، عمل مجهود كبير يعني. فهو في المجمل يعتبر يعني هو كابتن عادل نجم المباراه. ديانج كونه انه يجي في المكان ده فدي لحد ذاتها كويسه قوي. انه يفكر كده يشوط الكوره برده على وان تاتش بالطريقه دي بشماله يعني. الحاجه الثانيه هو قوي ما شاء الله يعني من اللعيبه اللي المباراه دي، وبعدين بيزيد دائما ورا الفرقه، ودي حاجه كويسه قوي. انا شايف ان هو النجم الاول للمباراه النهارده. كابتن هاني نجم المباراه النهارده هو ديانج طبعا، زي ما الكباتن كلهم اتفقوا على اليو ديانج. هو عمل مجهود كبير جدا وقدر ان هو بعيد بغض النظر عن الهدف، لكن هو ادى بشكل كويس قوي، وواضح عليه ان هو بدنيا في فورمه. وانا شايف رقم 2 بالنسبه لي محمد شريف، لان جري كتير برده النهارده وعمل مجهود. هو واحد بس قلنا احنا عايزين واحد. طب والتالت كهربا. يبقى احنا متفقين ان اليو ديانج هو نجم مباراه اليوم. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس والحديث عن الحالات التحكيمية. أرجوكم انتظرونا.